بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دروس نجياس. درس اليوم تكملة للدرسين الفارطين، حيث تكلمنا على الكلاود، تكلمنا على الدوكر، على الكونتينر، تكلمنا على الحلول الممكنة لاستعمال المستعملة في الكلاود، وسنمر إذن إلى التطبيق. نريد إذن إنشاء حاوية دوكر لتطبيق نجياس. إذن تطبيقنا نجياس نريد أن نضعه في حاوية في كونتينر، وهذا الكونتينر سيكون في دوكر، وننفذ هذا الدوكر كي يعطينا الريزلت. للتذكير دائما كالعادة، أن قلنا أن ظهور دينو، وطرحت يعني موضوعين، تكلمنا على دينو الذي سيعوض لاحقا نجياس، لكن ما زال في بدايته، والدروس التي قد هنا دروس كثيرة تكلمنا عليها في على النجياس، وأيضا على النست نس جي اس. تجدون كل شيء هنا في هذا الموضوع. وفي هذه الآونة الأخيرة تكلمنا على الكلاود، التعامل مع جوجل، وتكلمنا أيضا مع الأسترواء أمازون، ثم تكلمنا على الكيبرنيتس، وأيضا على الدوكر سي آل آي، يعني تعليمات الدوكر. الآن سنطبق ما تعلمناه من تعليمات الدوكر إلى آخر. نفس الدرس موجود عن طريق الدرس بين .NET Core وأيضا بالجافا لمن يهمه الأمر. سأعتمد يعني في هذا الشرح على هذه على .NET أو السبرينج بوت على الجافا. إذن قلنا أن للتعامل مع الدوكر لابد من إنشاء كونتينر، وهذا الكونتينر سننشئه انطلاقا من صورة إيماج. هذه الصورة سننشئ كونتينر، ثم نضع يعني أكيد ستوضع في الدوكر. هذه الصورة ستنشأ عن طريق ملف يسمى بدوكر فايل. إذا دوكر فايل هو ملف يحتوي على مجموعة من تعليمات لدوكر التي تنفذ بالترتيب، وتسمح لي بإنشاء إيماج عن طريق بيلد. التعليمة دوكر بيلد تقوم بإنشاء صورة إيماج، وبعد ذلك التعليمة ران لتنفيذ يعني الدوكر، يعني تنفيذ الكونتينر هذا وإعطاء النتيجة. مثلا نريد تثبيت دوت نت كور هنا في درس دوت نت كور، لكن نحن في درس النود جي اس سنقوم بتنفيذ النود، يعني انستال للنود. نريد نقل نسخ الملفات الموجودة يعني سورس من الجهاز الحالي إلى الدوكر أو الكونتينر. نريد تنفيذ بعض التعليمات عن طريق ران، إذن هنا فروم، هنا كوبي، هنا ران، ونريد إعطاء منفذ اللي هو بورت يعني افتراضي، وبعد ذلك دوكر بيلد ستقوم بإنشاء الصورة. كل هذا أين؟ في دوكر فايل. وتكلمنا أيضا أن هناك ملف ثاني اللي هو دوكر انيور. سنبدأ أولا بالترتيب، يعني نبدأ بإنشاء ماذا؟ تطبيق يعرض هاليوورد على المتصفح، وهذا عملناه يعني في الدروس الفارطة يعني في النجياس. قلنا أننا نستطيع عن طريق الإكسبرس إنشاء سيرفر وابليكيشن. إذن عندي أو REST أبليكيشن، عندي GET MESSAGE أو مساج، هذه التعليمة أو الأوند بوينت تسمح لي بعرض هالي وارد على المتصفح. سنطبق الآن. إذن هذا الكود ستجده أولا على جيت أب، ثانيا موجود في الدروس السابقة كيفية إنشاء تطبيق نجياس عن طريق إكسبرس، يعني تطبيق REST، هو أول من أوائل الدروس. إذن لا أريد أن يعني تكرار كل حاجة، يعني أضفنا فقط npm install express، وماذا أنشأنا variable من هذا express، أنشأنا endpoint من نوع get، يعني get method http method، ستعرض result هو hello world، ثم قلنا له سيشتغل على البورت 4000، وبعد الانتهاء من إذا اشتغل بكل نجاح يعطيني هذه الرسالة كي أضغط عليها مباشرة هكذا. كي نستطيع إضافة سيرفر هنا فيرجيل ونضيف السيرفر، لكن هنا أريد أن يشغل على لوكال هوست. قلنا أن npm start ستقوم بتنفيذ تطبيق نجي. إذن كما تلاحظون سنقوم بتطبيق نجياس npm start عن طريق npm start، ويعطيني هذه الرابطة، سأضغط عليها كنترول وأتحصل على هذا الملف.
أو المتصفح عن طريق بورت 4000 وجات ميساج تعطيني هالي وورد. إذن عندي أبليكاسون REST فيها ويب ميثود تشغل هذه الويب. سنضيف الأمور اللازمة كي نشغل هذا التطبيق على دوكر يعني على كونتينر. نبدأ بإضافة ملف دوكر فايل. إذا نضغط على هذا الزر سنسميه دوكر فايل ونضيف أيضا ملف إغنور أو إنيور. كي نبدأ بملف إنيور، ما دور هذا الملف؟ هو لكي نخبره أنه لا تنقل هذه الملفات إلى الكونتينر. يعني ما هي الأمور؟ مثل الجيت، في الجيت أو في درس الجيت الذي وضعناه هناك جيت إنيور الذي نقول له عندما نعمل بوش لا تنقل هذه الملفات إلى سيرفر جيت. هكذا نفس الشيء، سننقل هذه الملفات. نستطيع إضافة أشياء أخرى، يعني لا أريد أن أضيف لواحق الفيزيال كود، لا أريد أن يقول نود موديل أيضا هذا المجلد، لأننا بعد ذلك سنعمل npm install على مستوى الكونتينر فسينشئ النود موديل أوتوماتيكيا. وأيضا هذا اللوج الخاص باللوج نعمل سيف. الآن نذهب إلى دوكر فايل. دوكر فايل ماذا سنقول له؟ أولا نريد أن نقول له ثبت النود، يعني انطلاقا من صورة للنود لهذه الصورة أين نجدها. الدوكر هناك مثل الجيتاب، هناك مثل الجيت عنده جيتاب، الأمبيام هناك أمبيام، الموقع أمبيام اللي نقوله له أمبيام أنستال ويسترجع مكتبات من أمبيام. في الدوت نت عندنا نيوجيت مكان ريبوزيتوري نستطيع جلب منها مكتبات. أيضا المافن هناك لجماعة سبرينغ بوت يستعملون المافن أيضا لعملية انستال وتنزيل المكتبات. إذا أيضا حتى الدوكر هناك صور، يعني الدوكر عندما نريد تثبيت مثلا الجافا هناك جي دي كي موجود في الدوكر هاب اسمه دوكر هاب. نريد تثبيت دوت نت كور هناك دوت نت كور موجود في صورة يعني لدوت نت كور موجود على الجيت هاب عفوا على الدوكر هاب. ايضا النود موجود على دوكر هاب. نذهب الى دوكر هاب هذا هو دوكر هاب. نستطيع نحن ايضا ان نضيف مكتبات هنا يعني صور عفوا ايماج هنا، وتستطيعون تجدون كل يعني كل ما هو نود كل ما هو جافا كل ما كل انتبهوا فقط نود ان تكون اوفيسيال. كما تلاحظون عندي نود هذه الصوره، وعند الضغط عليها يخبرك كيف تقوم بعمل البول يعني كيف تسترجعها اذا كنت تستعمل دايركتو يعني مباشره ليندو كوموند للكونتينر او يعني باستعمال الدوكر فايل. اوكي اذا تعلمنا جيت هاب عفوا دوكر هاب. الان التعليمه الثانيه نريد ان نقول له انشئ مجلد عمل نسميه ابي بي مثلا، مجلد عمل على مستوى الكونتينر اسمه ابي بي. نريد نسخ كل الملفات عفوا الملفات باكيج جيزون وكل ملفات باكيج جيزون يعني بما فيها اللوك لوك جيزون. هذه الملفات سينقلها من هنا الى الكونتينر. لماذا؟ لبعد ذلك سنقول له انستال npm انستال سيعتمد على كل ما صرحنا به في الباكيج ليقوم بعمليه استرجاعها، يعني سينشئ نود موديل بعد ذلك بكل المكتبات المراد يعني المستعمله من بينها اكسبريس وكوبي نقطه نقطه معناه انقل جميع الملفات من اللوكال الى ابي بي يعني المجلد على الكونتينر. ثم بعد ذلك سنقول له اشتغل على البورت 4000 مثل ما عملنا في الاندكس هنا. الان على مستوى الدوكر ايضا قلت له ستشتغل على اكسبوز يعني افتراضيا استعمل البورت 4000. ثم قلت له نفذ التعليمه npm start command يعني command. وكان فرق ما بين run و command، وهناك فرق ايضا ما بين copy و add، لكن كل هذا يخص الديف اوبس يعني كمبرمجين يكفينا هذا.
هذه المعلومات تكفي. نعمل سيف. اذا مثل هذه npm start مثل npm start هي مثل ما نكتبه هنا npm start لتنفيذ. كما تلاحظون كتبت npm start للتنفيذ. هذا كل شيء في الدوكر فايل. الان بعدما انشانا الدوكر فايل سننشئ الصوره ايماج. قلنا عن طريق ماذا؟ build. اذا docker build docker build يعني ناقص تي ثم اسم الايماج صوره. نختار صوره سميتها كونت يعني كونتينر نود ثم نقطه لن ننسى النقطه. اوكي نضغط انتري. الان سيقوم بتحميل النود جي اس من دوكر هاب. وهنا اظنه وجد ساقوم بحذف كل شيء يعني هكذا ستلاحظون كيف يحمل. اذن بالضغط على جيت هاب هنا على عفوا الدوكر داشبورد ديسكتوب دوكر ديسكتوب داشبورد ثم عملت كلين ضغط على هذا الزر وعملت حذف لكل شيء. الان لو كتبنا دوكر ايماج لا يجد ولا صورة. اوكي اذا سأعمل انستال هنا عفوا بيلد البيلد هذه دوكر بيلد سيقوم بانشاء صورة اسمها كونت نود باستعمال يعني التعليمات التالية يعني نفذ التعليمات التالية. اولا استعمل كصورة ابتدائية يعني صورة دو باز هي النود ثم انشاء ملف ابي ثم اعمل نسخ للباكيج انستال يعني ثبت كل المكتبات الموجودة في الباكيج جيسون انسخ جميع الملفات السورس افتح البورت هذا 4000 واعمل ستارت npm ستارت بعد ذلك. الان سينفذ بالترتيب سيقوم اولا بعملية الانستال ستكون سريعة من المفروض يعني واوكي. الان سيعمل app كما تلاحظون copy اطوال run npm install سيقوم بتثبيت المكتبات الان كما تلاحظون الدوكر سريع جدا. اوكي هناك بعض المشاكل علينا لابد من مراجعه كل هذا وتثبيت يعني تصحيح الاخطاء يعني اضافه في ملف دوكر ماذا يجب اضافته. الان سنقوم بتنفيذ. اذا الان سنضع الصوره يعني سنلاحظ هل الصوره موجوده. اذا كما تلاحظون عندي صوره النود وصوره خاصه بالتطبيق الخاص بي وهي النود كونت نود. نستطيع ايضا عرض الكونتينر الذي انشاه عن طريق دوكر بي اس نعم للتشغيل اولا. اذا دوكر ران ثم بي بورت اقول له لا تغير بورت يعني استعمل 4000 4000 تستطيع هنا التغيير يعني بورت استعمل 4000 لكن غيره ب بورت اخر اي تي ثم اسم الكونتينر اسم الكونتينر الذي انشا او الصوره هنا كونتينر الذي انشاناه لانه ينشا بنفس الاسم ثم انتري. هنا سيعمل ران وكما تلاحظون اعطاني الرساله انك تستطيع يعني تنفيذ السيرفر يعني اشتغل دوكر اشتغل. سنفتح وكما تلاحظون هذه الصفحه الثانيه ريفرش وهلو. اوكي سنقوم الان بتوقيف الدوكر هذا. اوكي هناك تعليمه دوكر ستوب لكن هل في الهال هنا تجدون كل ما هو التعليمات وشرحناهما سابقا في الدرس لندو كوموند. هناك كونتينر اذا دوكر كونتينر ثم ستوب واسم او الاي دي الخاص بهذا الكونتينر عرضنا الكونتينر عن طريق اب بي اس هذا الاي دي من عرض. اوكي
أخطأنا ما هي التعليمة في أسهل. كونتينر ls هكذا صنع لم يقوم بتنفيذ. هناك مشكلة اكيد اوكي هذا للتنفيذ. المفروض الان نبدأ دوكر ls. نعم هذا اعطاني الاي دي الخاص بي لانه كان في التنفيذ يعني استعملت سي ام دي ذهبت الى مكان اخر كي يبقى منفذ يعني اوكي. ثم ساقول له دوكر ستوب والاي دي. هنا كما تلاحظون اين هي اللوكال اوست. نعمل ريفرش قبل التوقيف تشتغل. اذا اعمل ستوب الان ريفرش لن يعرض هالو وورلد لان الدوكر توقف او الكونتينر هذا يعني الدوكر توقف كما تلاحظون لن يجد هذا السيرفر. اوكي هذا دليل اننا نشتغل على الدوكر وليس في اللوكال. اوكي الان نفس الشيء في تطبيق تايب سكريبت يعني في تطبيق نوت جي اس تايب سكريبت. سنعمل بسرعه. انا حضرت كل شيء يعني في تايب سكريبت لذلك اذا دوكر لاننا كما تعلمون في الدروس كامله استعملت تايب سكريبت يعني لاني اعشق تايب سكريبت وسهلت لي الجافا سكريبت سافهمه احسن من جافا سكريبت. اوكي اذا دوكر فايل نبدا يعني الدروس موجوده يعني في نوت جي اس بالتايب سكريبت تجدون كل شيء. قبل ان نبدا سنعمل ران ننفذ يعني مثل ما عملنا فيو تيرمينال نودمون او انا غيرت يعني في السابق كنت نعمل نودمون ران ستارت نودمون ستارت وبعد ذلك يعني غيرت قلت لكم ان هناك تعليمه التي تقوم بعمليه واتشر ونودمون في نفس الوقت تجدونها في الباكيج جيسون وقمت باضافه سكريبت هنا. هذا السكريبت يسمح لك بعمل ستارت واتشر يعني ينفذ لك الواتشر والنودمون ويعمل يعني تي اس اس تي اس سي الذي يقوم بانشاء الجافا سكريبت. اوكي إذا التعليمات هذه مباشرة فقط ماذا تكتب أنت؟ تكتب فقط npm start من المفروض npm start تكفي لا نكتب nodemon كالعادة يعني nodemon run أو التعليمة التي نعملها دائما. أوكي npm start npm run هكذا ستنفذ لي كل شيء. هذه تعمل لي لو نذهب الى هنا سنحذف هذه الملفات اكيد. هذا الدرس هو تكمله للدروس السابقه يعني واحد يكون جديد في هذا الدرس لن يفهم ماذا ما اتكلم عليه لابد ان يذهب الى الدروس السابقه في النت جي اس كيف يتعمل دمج النوت جي اس مع تايب سكريبت كي يستطيع الفهم وما هو نودمان ما كل هذا شرحناه واتشر ما هي واتشر كل هذا شرحناه في الدروس السابقه. اذا npm start هنا سيعمل لي جنريت للجي اس عن طريق من تي اس من هذا تايب سكريبت سيقوم بجنريت للتي اس هالي وورد اين قام بجنريت المهم وجدت هذه التعليمه قبل ان لاني في دوكر فايل
الدوكر فايل هنا لا نستطيع إضافة واتشر ويعني مباشرة، لابد استعمال ران، ونحن نريد أن نستعمل تعليمة واحدة. إذن لاستعمال تعليمة واحدة هكذا سنكتب هذه التعليمة، تكون أسهل يعني، أسهل من نودمان وأسهل من TSC نقطة أو مقطع واتشر. أوكي، أولا هذا هالي وورد، ستعرض لنا هالي وورد كما تلاحظون. إذن استطعنا عمل تايب سكريبت، يعني تنفيذ التايب سكريبت بالنجيس عن طريق تايب سكريبت، وعرض لي هالي وورد. أوكي، الآن نضيف الملفات. ملف يعني ملف انيور هو نفسه، فقط ينقص الفيزيوال ستوديو اكستنسيون، هو نفسه الدوك فايل. ماذا اضفت في الدوك فايل؟ في الدوك فايل اضفت انني استعمل تي اس نود، لذلك لابد من تثبيت تي اس نود بعد تثبيت النود. اذا عملت ران npm install، يعني بعد ما تثبت النود ثبت ايضا جنرال جي تي اس نود، لان هذا التطبيق هو تايب سكريبت نود يعني تي اس نود. ثم بعد ذلك ابي كل شيء تمام، انستال هكذا سيرجع كل شيء. وماذا عملت عوض في الدرس السابق؟ عملنا ماذا؟ npm start، npm start. الان عملنا npm run لاننا نستعمل نودمون، وستارت واتشر. اوكي، سنطبق كل شيء يعني. الآن كما تلاحظون استطعنا تنفيذ بدون دوكر، الآن سنستعمل دوكر. إذن نفس التعليمة، لابد من إنشاء صورة أخرى اللي هي مثلا سميتها tsNet، هنا كونت tsNet، في السابق كانت كونت نت، الآن كونت tsNet. إذا هناك خطأ بسيطة، بعدما ينتهي من إنشاء سنعرض Docker Image، هل أعطاني كل شيء؟ إذا عندي Cont Node و Cont TS Node، عندي اثنين يعني تطبيقين في صورتين، صورة خاصة بNode.js الذي عملنا الدرس الأول، وهذا الدرس الثاني اللي هو خاص بالTypeScript. الآن سننفذ على بورت آخر. إذن كما تلاحظون استعملت 8089، إذن 8089 دوكر ران، وأعطيت له تطبيق يعني صورة الخاصة بالكونتينر الخاص بالتايب تايب سكريبت Node.js، سيقوم بالتنفيذ. إذن هنا سيقوم بتنفيذ هذا التعليم في الأخير يعني. وكما تلاحظون أعطاني أيضا النتيجة على البورت 8089، هذا الأول، هذا الثاني. نستطيع أيضا عمل توقيف للدوكر، نقوم بحذف الدوكر مباشرة هنا وأكيد سيوقف الدوكر، سأعمل ريفرش، وكما تلاحظون لن يجد لا دوكر ولا صفحة ولا موقع ولا باك اند ولا حاجة، ويشتغل هنا. وأكيد لن يحصل على شيء. ربما لو عمل ستوب يكون أحسن. كما تلاحظون لم يجد شيء. إذا تعلمنا في درس اليوم كيف نتعامل مع الدوكر بالNode.js و tsNode.js، يعني بالتايب سكريبت Node.js وأيضا بالNode.js العادية. إذا درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.